حقيقة اليوم كان الاحتفال يعكس طبيعة وجمالية مدينة كركوك. اليوم شاهدنا الكرد والتركمان والعرب يحتفلون على أعلى قمة قلعة كركوك التاريخية، وبوجود القوات الأمنية التي كانت حافظة للأمن والسلم، وكان دورها دور ريادي في دعم هذا الاحتفال. من البارحة هم يعني مستعدين لهاي المناسبة، احنا نجي نفرح كل يعني كل سنة بعيد النوروز احنا نجي القلعة ونحتفل بهذه المناسبة، وهم يعني ما مقصرين حقيقة. حالياً نحن أحرار، يعني النوروز هو شعار من شعارات الحرية، حرية الناس جميعهم، يعني هناك حريات مطلقة في هسه حاليا في كركوك، لكن في زمن داعش هناك لدينا خوف. اليوم يوم الاحتفال الخالد لذكرى 21 عيد نوروز، بعد عيد النوروز عيد أهلنا في العراق كاملة بكل أطيافه، على قيادة شرطة كركوك تخطيط خطة لتأمين حماية المحتفلين وحماية المواطن أينما يكون.